اهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من حلقه البلاد الليله. هذا الجزء حنتكلم فيه على تقرير حول ليبيا وهو خاص بمجموعه الازمات الدوليه. حناخذكم في جزئيه مشاهدينا الكرام باش على الاقل تكونوا في ترتيب معنا في هذا الجزء وتكون عندكم درايه ليش اخترنا هذا التقرير وليش اخترنا ايضا حتى شخصيه الاستاذ حسين الانصاري اللي حيكون معنا عبر الاقمار الاصطناعيه من تونس. هذا التقرير مشاهدينا الكرام يتكلم على اقليم فزان، كيف اصبح احد الحدود الجديده لاوروبا. غريب المصطلح ولكن راه فيه مضمون، كيف الشنجاب الجنوب الليبي او اقليم فزان في ليبيا الى الحدود الاوروبيه. بالتالي هنا العديد من النقاط، الحديث على اكثر من 160 الف شخص من الهجره غير الشرعيه انتقلوا عبر هذه المساحه الى الحدود الليبيه والى الشمال طبعا عن طريق افريقيا، وبالتالي الحديث على ان هذه المساحه الشاسعه في ليبيا واللي فيها عدد ماهوش كبير بالشكل اللي زي ما تعرفوا نحن الليبيين 6 مليون تقريبا، فهذه المساحه شاسعه في الجنوب الليبي، يعني في عدد يعتبر شويه الحق قدام الدول الثانيه من السكان، وهذه المساحه الشاسعه، وايضا مساله اللي هي الحوكمه ومساله الاقتصاد وكيف يمكن التنميه لهذه المناطق، التنميه المكانيه، وكيف ماذا يمكن ان يقدم الاتحاد الاوروبي او ايطاليا او فرنسا تحديدا في جزئية مهمة جدا في مسألة فرنسا وإيطاليا، هو بعد لقاء السيد فايز سراج والمشير خليفة حفتر في باريس، لقاءهم الأخير اللي جمعهم وطلع ببيان حول العديد من النقاط، فكان هذه مرات تكون في أيضا حتى هي خطوة ثانية أو يعني شد ومد بين فرنسا وإيطاليا، ولكن مبطن قد يكون احنا قاعدين نتكهن وقاعدين نحاول ان احنا نضع بعض النقاط اللي ممكن من خلالها توصلنا للإجابة الشافية والكافية. وبالتالي الاتحاد الأوروبي يعني يأمل بالذات من إيطاليا أنها تقدم أكثر، لأن في الحقيقة وعود إيطالية كبيرة كانت بدعم حوالي المدة اللي فاتت، كان فيه تصريح من إيطاليا بحوالي 45 مليون يورو حيكون لمسألة حماية الحدود الجنوبية لليبيا ومنع الهجرة غير الشرعية، لكن في المقابل فيه ناس متخصصة وفيه ناس تعمل على مثل هكذا ملفات تقول إن لا رو مسألة الاقتصاد والتنمية المكانية أيضا لها دور. توا مشاهدينا الكرام خلي نستقبل مع حضراتكم ضيفي الكريم عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ حسين الأنصاري رئيس اللجنة التحضيرية لتجمع القوى الوطنية فزان من تونس. أستاذ حسين مساء الخير. مساء الخير أخوي عز الدين، تحية طيبة ليك ولكل مشاهدي قناة 218 وبرنامج البلاد. نعم أشكرك أستاذ حسين جزيل الشكر لتواجدك معنا وقبولك دعوة 218 عبر برنامج البلاد. حنبدأ معك في مجموعة أسئلة حول تقرير مجموعة الأزمات الدولية وحول العديد من النقاط خاصة بإقليم فزان. كيف يمكن أن يصبح إقليم فزان في ليبيا أحد الحدود الجديدة لأوروبا حسب هذه التقرير أو العديد من التقرير؟ هل لك أن تطلعنا إذا كان لكم تفاصيل حول التحركات الأوروبية في جنوب ليبيا؟ أولا سيد عز الدين شكرا للاستضافة. طبعا الحديث عن الجنوب الليبي حديث جاشجون، الجنوب الليبي الآن يعاني ويعاني بشكل كبير، يعني والحديث عن ملفات جنوب الليبي لا تكفيها حلقة ولا حلقات، يعني الوضعية الحاصلة في جنوب الليبي وحتى التقارير الآن اللي تصدر عن بعض المؤسسات أعتقد هي تحاول أن تسلط الضوء على الهواجس اللي تعيشها أوروبا نتيجة للهجرة غير الشرعية، نتيجة للمشاكل الكبيرة اللي تعيشها أوروبا وحتى التنافس الداخلي الأوروبي على جنوب ليبيا. فبالتالي هذه التقارير هناك كثير من الزوايا التي يمكن أن نناقشها في 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 في, في مثل هذه التقارير، ولكن الوضع على الأرض في جنوب الليبي مأساوي جدا وكارثي جدا. الآن الناس لا تتحدث عن تهميش ولا تتحدث عن إقصاء، الآن حالات وفاة يعني في كثير من المستشفيات في جنوب الليبي، حالات على الحدود مع الجزائر، مستشفيات مغلقة في الجنوب، كثير من المشاكل أخي عز الدين ربما نتطرق لها خلال وجودنا معك في هذه الحلقة. نعم طيب، دائما الحديث على الهجرة غير الشرعية، كيف يمكن
مكافحة الهجرة غير الشرعية، وعلى الأقل خلينا نقوله كيف يمكن مكافحة تجارة الهجرة غير الشرعية في ظل اقتصاد متهالك، دولة متشظية، قطاع صحي مثل ما أشرت حضرتك سيد حسين متهالك جدا. هل الوضع الآن على الأرض يسمح بمثل هكذا توجهات، أو أن العمل تفكير يعني لا يمكن أن يقدم شيء على الأرض؟ هي الإشكالية سيد عز الدين، يعني هذا الانقسام السياسي وهذا الوضع اللي تعيشه البلاد وهذه الحكومات التي متتابعة وليس لها تأثير حقيقي على الأرض، غياب الحكومات في الجنوب الليبي، التواصل المباشر الآن أصبح بين عديد من الدول الأوروبية وبعض القبائل وبعض الأجسام داخل الجنوب الليبي، أعتقد هذا كله من شأنه أضاف كثير من الوهن والضعف على الوضع في الجنوب، بالإضافة إلى تعاطي حكومة الوفاق الوطني مع الوضع في الجنوب الليبي بشكل خاطئ وبشكل غير مدروس، زاد فاقم في هذا الوضع، والآن نشوفه في تبعات هذا الأمر وانعكاسه على الوضع الآن في الجنوب. يعني الآن الجنوب الليبي خارج السيطرة تماما، الجنوب الليبي يعاني من أزمات خانقة جدا، يعاني من تردي في الخدمات، يعاني من تدخلات خارجية، يعاني من هجرة غير شرعية، يعاني من إرهاب يضرب بين الحين والآخر، يعاني من كثير من الملفات التي الآن بعض الأطراف الليبية تتعاطى مع هذه الملفات بشكل خاطئ من خلال تواصلها مع المجتمع الدولي ومن خلال اجتماعات التي رأيناها في المدد السابقة بشكل مغلوط وبشكل غير موضوعي، وينعكس بشكل سلبي على الوضع في جنوب وعلى ليبيا، وأيضا يفقد السيادة الليبية وهيبة ليبيا كثير مما فقدته ولا زالت تفقد. لذلك أعتقد أن على الجميع، سواء كان أهلنا في الجنوب، سواء كان المؤسسات الآن التي تستمد شرعيتها من المجتمع الدولي، أن تكثف الجهود وأن تتواصل بشكل حقيقي، وأن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية للمساعدة في النهوض بالجنوب وحل مشاكل الجنوب. مشاكل الجنوب يجب أن يتكاتف الجميع فيها، لا تستطيع الدولة لوحدها مهما كان بلغت قوتها، لا يستطيع أهل الجنوب مهما بلغوا من انسجام وتلاحم مع بعض لمعالجتها، خاصة أن معظم القضايا الآن التي أصبحت محل قلق بالنسبة للمجتمع الدولي كلها تأتي من الجنوب الليبي. يعني اليوم لما نتحدث على موضوع الهجرة غير الشرعية، ونتحدث على مواضيع الإرهاب، نتحدث عن التجارة بالبشر، نتحدث عن الحدود، نتحدث على دول الجوار، كثير من القضايا الآن اللي موجودة على الساحة الليبية ورقة الحل فيها تكمن في الجنوب الليبي، وقراءة الجنوب التواصل بشكل جدي مع الجنوب الليبي مع قبائل والأطراف السياسية والقوى السياسية اللي موجودة في الجنوب الليبي، أعتقد أن هي تساعد في الحل وهي جزء من الحل ولكن ليست نعم. كل الحل. لذلك نعم. أعتقد أن أيضا الوضع السياسي الهش اللي موجود في ليبيا انعكس بشكل كبير على الوضع في الجنوب الليبي، بالتالي انعكس على المنطقة بشكل كامل وانعكس على المجتمع الدولي. لذلك رأينا هذا التنافس اللي الحاصل الآن بين إيطاليا وفرنسا، ورأينا الوضع الدولي أيضا، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول العظمى أيضا لديها خطاب يتعلق بليبيا والقلق من ما يأتي من ليبيا، وأيضا لا ننسى دول الجوار وهي تتطلع لهذا الملف بشكل كبير، لأن انعكاس هذا الملف عليها مباشرة وانعكاس على أمنها وعلى وضعها الاقتصادي ووضعها الجيوسياسي. نعم، حناخذ جزئية من كلام حضرتك سيد حسين، هو مسألة تعاطي حكومة الوفاق، وانت أشرت أنها تعاطت مع الملف في الجنوب الليبي بشكل خاطئ. في من يقول ما تلومهاش، لأنها على الأرض لا تملك شيء، يعني عندها يلا شوية ناسك بأيدينا ولكن على الأرض لا تملك شيء، ولكن في المقابل عندها العلاقات الدولية والاعتراف الدولي، وما قدرتش بشكل أو بآخر أنها تقدم شيء على الأرض. وين الخلل؟ وين السبب الرئيسي في ظل كل هذه الدعم الدولي للوفاق في الجنوب؟ الخلل في تقديري الشخصي
ان خلل مركب، يعني بمعنى ان جنوب ليس طرف واحد، يعني لا يكفي حكومة الوفاق فقط ان يكون معها بعض الشخصيات من جنوب في الحكومة، رغم اني ايضا ارى ان هناك خلل في منح صلاحيات لهذه الاطراف وايضا محاسبتها. يعني اليوم لما تكلموا على قطاع الصحة في جنوب الليبي، للاسف وزير الصحة اللي موجود في حكومة الوفاق، رغم ان العدالة والبناء هم المسؤولين عن الالتيام به لحكومة الوفاق، ولكن ابن من أبناء الجنوب لا نستطيع أن ننزع عنه هذه الصفة. لذلك لما نتحدث عن الصحة نحن في حقيقة الأمر نتكلم على شخصيات موجودة من الجنوب، ولكن أيضا هي تعاني وترى أنها لا تملك كافة الصلاحيات، لا تملك كافة الإمكانيات، ونرى هذا التنازع واضح في عمل حكومة الوفاق، ورأينا حتى أعضاء حكومة الوفاق يتنازعون الصلاحيات، وهذا أعتقد أنه أثر بشكل كبير في الوضع في الجنوب. رأينا أيضا القبائل تلعب دور كبير، أعتقد القبائل لم تعطى الدور الذي تستحقه. نحن نتطلع إلى القبائل كمظلة اجتماعية بعيدة عن السياسة، ولكن أيضا تستطيع أن تلعب دور، خاصة القبائل اللي موجودة على الحدود الليبية. ورأينا نحن انعكاس الاتفاق المصالحة اللي سواء كان بين الطوارق والتبو أو الاتفاق المصالحة بين أولاد سليمان والتبو، وهذه جهود محلية قبلية رعتها إيطاليا وبعض المؤسسات الإيطالية بوجود خجول من حكومة الوفاق الوطني، ولكن رأينا أن لها أثر إيجابي على بعض الملفات والقضايا العالقة في جنوب الليبي. لذلك أعتقد أن عدم تعاون كل هذه الأطراف وعدم وجود إرادة سياسية حقيقية للتعامل بشكل متساوي مع كافة المدن الليبية وكافة الأقاليم الليبية هو ما سبب حالة التدمر وحالة الاستياء، وزاد من تفاقم الوضع في كافة مناحي الحياة في جنوب الليبي. وزي ما قلت لك أخي عز الدين، نحن ممتعضين جدا من الوضع في جنوب، والوضع الآن نحن نحكو على وفيات، لا نحكو فقط على تهميش أو أقصاء. وأنت تعرف جيدا أن المدة الماضية يعني هناك وفيات نتيجة للعقارب ممكن أكثر من 18 وأكثر من 60 حالة لدغ، هناك وفيات لنساء ولأشخاص حاولوا الحصول على علاج وتوفوا في الطريق في أكثر من مناسبة. وأعتقد أن هذه المشكلة بالإضافة إلى مشاكل في مناحي أخرى خدمية في جنوب هي التي تسببت في هذا التدمر، رغم وجود بارقة أمل في بعض الملفات مثل ملف الكهرباء. الآن شركة الكهرباء الغازية إن شاء الله ذاهبة في طريق صحيح، رغم التعطلات والتعثرات التي تعاني منها شركة الكهرباء. وأيضا بعض الملفات المتعلقة بالمصالحة أعتقد أنها جيدة، ولكن أؤكد لك اليوم أن جنوب الليبي خارج السيطرة تماما، والنداءات التي تأتي من هناك طيب حتى نقف عند نقطة مهمة، وهي أن الجنوب الليبي خالي السيطرة تماما من أي حكومة مركزية. سيد حسين، هل سنشهد صراع وشيك بين إيطاليا وفرنسا، خصوصا بعد لقاء المشير حفتر والسيد السراج في فرنسا على الجنوب الليبي تحديدا؟ أن الجنوب يشهد صراع من مدة طويلة سيد عز الدين. نحن نعرف من بعد يعني الحكومات المتتالية في فبراير الجنوب خارج التغطية تماما، هناك صراعات قبلية نظرا لندرة الموارد، نظرا للانقسام السياسي، للاستقطاب الحاد لبعض الأحزاب ولبعض الأطراف، أعتقد ساهم في سوء الوضع في جنوب الليبي. واللقاء الأخير الذي حصل في فرنسا بين السيد فايز السراج والسيد حفتر، أعتقد أن هو بادرة إيجابية أن يجلس الليبيين مهما كان حدة الصراع بينهم. وأعتقد أن الطرف الفرنسي يستعجل قطع الطريق على إيطاليا نظرا للدور المتعاظم والواسع لإيطاليا واستقطابها لكثير من القبائل وتنظيمها كثير من اللقاءات، سواء كان في المجتمع المدني أو في مصالحة بين بعض القبائل أو بتقديم بعض المساعدات، بل ذهبت إيطاليا إلى أبعد من ذلك، تقديم بعض التعويضات للقبائل المتضررة في جنوب الليبي. وأعتقد أن هذا التنافس مرده الصراع على جنوب الليبي، نظرا لأن جنوب الليبي هو العمق الحقيقي وسلة الغذاء لليبيا. وأعتقد أن ليست فقط إيطاليا
فرنسا، اعتقد ان نرى الولايات المتحده تقترب من الجنوب الغربي لليبيا، اصبحت لديها قواعد قريبه من ليبيا، وفرنسا ايضا كذلك، واعتقد ان بريطانيا ايضا تلعب دور كبير. نعم. لذلك اعتقد ان الغائب الوحيد في المشهد هو الاطراف السياسيه الفاعله في ليبيا او الحكومات الفاعله في ليبيا. اذا وجدت تلك الحكومات اعتقد تستطيع قطع الطريق على كل هذه التدخلات في الوضع الداخلي الليبي. نعم. فيه من يقول سيد حسين ان لو ما فيش توافق اقليمي ودولي على الملف الليبي، وتحديدا لو اشرنا الى الجنوب في واحنا نتكلم الان على اقليم فزان، لن يكون هناك استقرار ولن يكون هناك مكافحه الهجره غير الشرعيه او تهريب البشر او تجاره وغيرها. هل يمكن ان يلعب دور هذا الملف، وكيف يمكن يتم التوافق سيد حسين في ظل ما نشهد الان من صراعات محليه ودوليه على الملف الليبي؟ ممكن اعاده السؤال سيد عز الدين لان الصوت طيب غير واضح. سألتك على التوافق المحلي والإقليمي والدولي في الملف الليبي بشكل عام والملف الجنوب بشكل خاص، كيف يمكن التوافق عليه إقليميا ودوليا ونحن نشهد السباق من كل جهة ومن كل حدب وصوب على الملف الليبي والكل يبحث على موطئ قدم له؟ حقيقة هو الخشية من حدوث فراغ سياسي. نحن نرى الآن يا سيد عز الدين كثير من الأحزاب وكثير من الكيانات السياسية بدأت تتحرك، بدأت تستبق تاريخ 17-12 وتحاول أن يكون لديها دور في بعد 17-12 أو التأثير في أي حوار مقبل. والأطراف الليبية الآن هناك اجتماعات في تونس، هناك اجتماعات في تركيا، اجتماعات في طرابلس، بعض الأحزاب لديها خطة للمرحلة المقبلة. هذا التنافس لا يقدم حلول حقيقية وليس له قراءة حقيقية للوضع الليبي. أعتقد أن هذا التنافس فقط للحصول على الكعكة ومقاسمة السلطة أو التفاوض مثل ما حصل في الصخيرات. لذلك التوافق على الملف الليبي لابد أن ينبع من إرادة ليبية حقيقية، من أطراف ليبية حقيقية، ويجلس جميع الليبيين لتقرير مستقبل ليبيا. ما يحصل الآن أن كل طرف يتواصل لوحده، كل طرف يذهب لوحده، كل طرف يلتقي بشكل منفرد، وهذا ساهم في هشاشة الوضع وزيادة الانقسام والاختلاف في نظرتنا للحلول المستقبلية للوضع الليبي. لذلك جلوس الأطراف وعلى طاولة حوار واحدة و نعم. التواصل فيما بينها لإيجاد لغة واحدة مشتركة وخطاب واحد مشترك للمرحلة المقبلة وتشخيص واقعي للمرحلة المقبلة دون المراهنة على الخارج، أعتقد من شأنه أن يساهم في تخفيف من كثير من المشاكل اللي موجودة في الوضع الليبي. المراهنة على الخارج الآن سبع سنوات من الوضع الليبي لم ننجح في تأسيس دولة حقيقية يرتضيها كل الأطراف. نحن رأينا بالأمس ما حصل في الدستور، وإلى اليوم هناك بيانات تخرج من هنا وهناك منددة بالوضع. نعم. الذي أوجده إقرار الدستور دون توافقات حقيقية مع بعض المكونات ومع بعض التيارات. نعم. لذلك أعتقد أن على الليبيين أن يتعلموا ثقافة التنازل لبعض، وأن يتواصلوا مع بعض بشكل جيد، وأن يقروا أن هناك مشكلة. لذلك إذا وصلنا إلى هذه المرحلة أعتقد أن هذا يعتبر قطع نصف الطريق للحل، والنصف الآخر هي إرادة سياسية حقيقية من كل الليبيين لطي صفحة الماضي والذهاب إلى حل يختاره كل الليبيين لخروج من عنق الزجاجة وإخراج ليبيا من هذا الوضع المتأزم الذي هي فيه الآن. طيب سيد حسين، لو سألتك على تجمع القوى الوطنية فزان، ما الذي يمكن أن يقدمه هذا التجمع اللي يضم شخصيات من فزان مثقفين وقياديين ولما ذلك في ظل ما يمر به الآن الجنوب الليبي؟ حقيقة
سؤال جيد سيد عز الدين، لأن تجمع القوى الوطنية فزان هو إلى الآن تجمع لم يرى النور حقيقة. هو الآن في إطار اللجنة التحضيرية للتجمع أصدرت بيانها بشكل واضح في المدة الماضية. هو تجمع يتكون من كل الأطراف الفاعلة على الأرض في جنوب الليبي، والأطراف التي كانت بالأمس القريب تتقاتل وكانت جزء من المشكلة. رأينا أن كل هذه الأطراف والنخب الليبية والفعاليات الليبية والقوى السياسية الفاعلة في جنوب أن تلتقي في وعاء واحد يسمى تجمع القوى الوطنية لإخراج خطاب واحد لأهل فزان، لرأي واحد لأهل فزان، ليوحدوا صوتهم لكي يعرف الليبيين ماذا يريد أهل فزان. اليوم نرى كثير من الجهود المشتتة. أشكرك فزان الشكر أستاذ حسين أصالي رئيس اللجنة التحضيرية لتجمع القوى الوطنية فزان، كنت معي عبر الأقمار الصناعية من تونس، وأعتذر من حضرتك لم يبقى لي وقت في هذه الفقرة.